كسلاته ولا شيشتاو؟ عندي كسلاته مرتب اهو. لا يفضل شيشتاو. طب ماشي تكرم عينك. يسلمك. وسام. ايوه. خذ مشي هاد وسام. تامر. امر معلم. شو هاد؟ شو هاد؟ ليشك شعرك طويل؟ عفوا معلم، صدقني انا اليوم الصبح كنت بدي احلق بس ما لحقت. انا 100 مره قلت لكم اكره شيء علي اني اشوف جرسون شعره طويل او هندامه مو مرتب. طيب خلص بكره بحلق. ايه بيكون افضل احسن ما تحلق بالمره. ابرك علي. الو مطبخ، اعطيني توفيق. توفيق، وصلت الخضره ولا لسه؟ حلو كتير. بس وينك؟ الله يرضى عليك، انتبه ها، الخضرة كلها بتتعقم بالبرمنجانات قبل ما تنزل على البراد. أيوة مثل العادة. بعدين وينك؟ هذا مساعدك، شفته امبارح عم يقطع البندورة من دون ما يلبس كفوف بإيديه، بقى نبه لي عليه، إذا بشوف هيك منظر مرة تانية ما بيحصل له طيب أبداً. يا حبيبي مو قصة نسي، لأني أنا 100 مرة قلت لكم إن المطبخ لازم يكون مثل غرفة العمليات تبع المستشفى. يعني لو بصح لي لبسكم كمامات ما بقصير. بعدين ليش مخللوا الكبيس عم ينزل على الطاولات من دون غسيل؟ ولك اخي، واذا البراميل مختومه لازم ينغسل. بقى الله يرضى عليك، نبه لي على الشباب يغسلوا المخلل منيح قبل تقديمه على الطاولات، لاني مالي مستعد ابدا اسمع اي ملاحظه من زبايني. مفهوم؟ نعم؟ طيب ماشي الحال. ابعت لي كاسة شاي خمير من عندك. ماشي. الله معك. يا محمد عمر. محمد عمر. أمرك معلم. مور معلم. شو؟ ليش هيك قميصك مجعلك؟ الله وكيلك ومجعلك بس هلا اجعلك. لك يا أخي اتجعلك بتبدله فورا. انصرف على شغلك. حاضر. تعا. ليش شعرك طويل أنت الثاني؟ اليوم الاثنين معلم. بكرة بتحلق شعرك، أحسن ما أحلق لكم كلكم. صرف. وسام. مور معلم. تعال انت وصيني لشوف. مور معلم. شو ها؟ هدول مقبلات للطاولة 9. هلا هدول مقبلات؟ لكن شو هي معلم؟ روح رجعهم على المطبخ قوام وقول له لهالفهيم يلي عبالك صحون خليه عبيهم مثل العالم والناس. لسه بيحط لي بالصحن لحسة حمص ولحسة متبل ولحسة شو يعني بدكم العالم يحكوا علينا ويطلع صيت على مطعمنا انه بخلى بالاكل؟ لك انا 100 مره فهمتكم انه شغلتنا بدها كرم، بدها سخاء، نحن عم ناخذ من الزبون السعر اللي بدنا اياه وبالمقابل لازم نحط له الكميه اللي بده اياها. اي والله لو عم تحطوا من جيبتكم مو هيك؟ روح قوام عبي صحون بسرعه. حاضر معلم. لحظه مور معلم. شو ها؟ هلأ بزمتك هاد صح الموالح هاد؟ يا معلم أنا ما دخلني هنن عطوني إياه هيك. وين اللوز والفستق الحلبي والكاجو؟ ارجع على المطبخ قوام وخليهم يعبوا الصحون مثل خلق العالم. حاضر معلم. أهلا وسهلا. لحالك ولا معك حدا؟ شو شايف أنت؟ لحالي. لحالك ولا تفضل عندي. تفضل. اهلا وسهلا استاذ. اهلا وسهلا. لحظه شوي، شو عم تعمل؟ خير استاذ؟ شو في اخي؟ انا هالعاده ما بحب ابنوب، بقى من اولها ما بدنا نجذب على بعض. شو قصدك استاذ؟ حبيبي انا ما طلبت منك لا اني نتمي ولا على البيت محارم، ليش لزقتهم بخلقتي؟ ايه ولا يهمك استاذ، هدول ما بينزلوا على الفاتوره. اكيد عم تحكي. ولو استاذ، شو هي اول مره بتجي لعنا على المطعم؟ اخي اول مره ولا اخر مره؟ انت شو دخلك؟ عفوا عدم مؤاخذه، لا تؤاخذني ان شاء الله. بكل الاحوال شو بتحب تتغدى استاذ؟ شو في عندكم؟ كل شيء بيخطر على بالك موجود. جيب لي فروج مشوي، ولا لك ولا فروج. جيب لي نص كيلو لحمه مع صحن حمص وصحن متبل. تكرم عينك، بتحب تشرب شيء مع الاكل؟ جيب لي عصير بردان فريش. تكرم عينك. وينك؟ تعال لك. قل له للشيف خليه يشوي لي سيخين بصل مع اللحمات، بس يكونوا صغار ها. بسياب. البصلات. امرك. يعطيك العافية.
اهلا وسهلا. خذ هذه طريقة. تكرم استاذ. مدام انتصار، انا ابو سعيد المرستاني صاحب مطعم جنة النعيم. قال حضرتك خبرتيني، بقى في شي ملاحظة يا ترى على الاكل اللي بعتنا لكم اياه؟ نعم؟ الكبة المشوية عم تشرشر كتير؟ معلوم بدها تشرشر، اجباري مدام، لانه نحن منحط مع الكبة شحمة حتى تنز، وبصراحة الكبة المشوية ما بتصير غير بهالطريقة. نعم؟ عفوا، ليش شبه الكبة المقلية؟ لا يا مدام انتصار الله يسامحك، هيك رح ازعل منك ها؟ شو ليش؟ لانه الكبة مليانة حشوة وكلها هبرة وصنوبر، اصلا كبتنا مشهورة بالبلد كلها. ضيوفك هيك قالوا؟ طيب مثل ما بدك، المرة الجاية ان شاء الله رح نعبي لك الكبايات ورح نترس لك اياهم ترس، المهم تكوني رضيانة مدام انتصار. لا لا ولو يا مدام، نحن قبل كل شيء بهمنا رضا الزبون، وشعارنا زبون دائما على حق. الله يعافيك يا مدام، يا اهلي مدام انتصار، اهلا وسهلا ومرحبا، الله معك، الله معك، مع السلامة. عم تدور على حدا معلم؟ دور على الحمام. وين الحمام؟ الحمامات من هني. من هون؟ ايه. شكرا. معلم اعطينا حساب 19. لحظة حبيبي. خالص معلم. اهلا وسهلا استاذ، ان شاء الله عجبك الاكل. ظريف. بتحب نضيفك شيء بعد الاكل؟ شاي، قهوه، حلو، فواكه؟ لا استاذ ما بدي شيء، ما بدي. عندي كريم كراميل ظريف. يا اخي ما بدي شيء. اي بامرك. تفضل استاذ. يسلم وشكرا. لا هي الفاتوره استاذ. ايه. العمى شو هاد؟ شو هاد؟ فاتورة، الفاتورة. بعرف انها الفاتورة، بس لشو 350 ليرة؟ شو الشغلة نهيب؟ لا عفوا استاذ، الفاتورة مفصلة قدامك، نص كيلو لحمة ب 250 و 100 مقبلات. شو هالحكي؟ لا والله خزيت العين حواليك، شاطر تمام. روح حبيبي روح، روح ابعت لي صاحب المطعم بسرعة، روح. عفوا استاذ، الشغلة مو محرزة، يعني اللي بتأمره نحن حاضرين. هلا بلا أكل هوا وصف حكي عمل لك ها، قلت لك روح ابعت لي صاحب المطعم خليني أتفاهم أنا وياه. يا استاذ صدقني القصة. لك العمى ضربك على يباسة الراس. لك انت ما بتفهم عربي؟ قلت لك روح ابعت لي صاحب المطعم خليني اتفاهم انا وياه، فهمت ولا ما فهمت؟ خير خير خير. شو في؟ شو خير شو في؟ المشكله بالفاتوره استاذ، تفضل. شو بهالفاتوره؟ شوفها بعينك. طيب طيب استاذ ولا يهمك، كل شيء بالحل بالرواق. تفضل تفضل. لا حول ولا قوه الا بالله. تفضل تفضل حبيبي. تفضل تفضل تفضل. ايه استاذ قل لي، في عندك اعتراض على الفاتوره؟ يا اخي طبعا في، العمى على هالقصه. كل اللي اكلناهن شويه لحمه وصحن حمص وصحن متبل، لشو ال 350 ليره؟ لشو؟ خلص استاذ خلص ولا يهمك، انت لا تشغل بالك بهالموضوع نهائيا. قديش حابب تدفع حضرتك؟ يا اخي مو قصه ادفع ولا ما ادفع، بس الشغله احترام للزبون. ولا على بالك يا اخ، نحن بهمنا نكسب الزباين يلي مثلك، ومشان هيك رح نعتبر غدا اليوم ضيافه منا على حساب المحل يعني، وان شاء الله صحتين. وانا حبيبي على قلبك، يعني هيك خالصين؟ ايه طبعا خالصين. وإذا بتحب تشرب شاي أو قهوة أو تاكل فواكه أو حلو رح يوصلوا لعندك على الطاولة، تفضل. لا معلش شكرا كتر خيرك، قلنا له للشغيل اللي عندك ما بدي. السلام عليكم. الله معك، مهونة يا حبيبي. لا يا معلم لا، هيك شكيلات بدها الشرطة، ما بدها أكرم ومسايرة. أنت شو بفهمك يا شغلة؟ روح على شغلك حبيبي روح. حاضر. هلا انت متاكد انه هذا اول مطعم؟ اي نعم اي نعم. تفضل. هاي شرف لك. يعطيك العافيه ابو سعيد. اهلا وسهلا ومرحبا، الله يعافيك. الاخ هاد كان عم يتغدى عندك شيء؟ اي نعم. خير؟ الله يصلحك يا ابو سعيد،
سمعت مطعمك مثل مسك، يعني مو ضروري تنزعها هيك شغله بسيطه ما بتستاهل. عفوا انا لحد هلا ما فهمت شيء. الاخ عم يقول انه فاتوته طلعت 350 ليره. مزبوط هالحكي؟ عظيم كتير. لكن ليش ما رجعتوا لك مات 500؟ انو 500؟ شلون يعني انو 500؟ انا اعطيت الجرسون اللي عندك 500 ليره قال لي معوضين. عيب والله العظيم عيب. شو الشغله نهيب ولا تشليح؟ يعني عفوا ابو سعيد، حضرتك سيد العارفين، البخشيش ما بيصير بالزور، والمفروض بالجرسون يرجع له كمان 500 لحاله، مو يحطها بجيبته ويطنش. والاخ اذا حب يكرمه يصطفل، بس مو يقول له معوضين ويطيلس. معكن حق يا سيدي، معكن حق. ازرعوها بدقنا هالمره. قديش بزد لك معنا ابو الشباب؟ 150 ليره بس. على عيني وراسي، تكرم عيونك. تفضل، هاي 150 ليره. منيحين؟ وصلك حقك؟ وصلني. معناتها احنا ما عاد لنا لزوم. السلام عليكم. ما بصير هيك، اقعدوا اشربوا شاي. لا لا اسمح لي، فرصه ثانيه ان شاء الله. الله معك، مع السلامه. لحظه لحظه. اوعك تكبشني من قميصي. ها هلا برجع بنادي لك الشرطه. انا ما بدي اكمشك، بس بدي اسالك سؤال واحد. تفضل. شو هو السؤال؟ ليش هيك عملت؟ يعني فوق ما اكرمناك وما اخذنا منك مصاري وسامحناك بحق الوجبه، بتقوم بتشتكي للشرطه وبتتبلانا 150 ليره؟ مو عيب عليك؟ طيب ممكن انا هالمره اسالك سؤال؟ تشرف سؤال. انت ليش سامحتني بالمصاري؟ شفقة. هيك شفقت عليك وحسيت انك مفلس وما معك مصاري وجوعان وبدك تاكل وعم تتحجج انه الفاتوره غاليه مشان ما تدفع. ما اختلفنا، بس انت ليش ما جبت لي الشرطه او خليتني ادفع غصب عني؟ لا حبيبي لا، انا هالحركات ما بعملها منوب. وليش بقى؟ لاني عملت باصلي. ايه وانا كمان عملت باصلي. شفت الفرق بيني وبينك؟ فعلا فرق كبير.